من الممكن أن نقول أن هذا اليوم هو يوم للمدفعية الثقيلة في عدة مناطق من العاصمة الخرطوم وأم درمان وبحري. فصوب الجيش مدفعيته الثقيلة المنطلقة من منطقة شمال أم درمان تجاه مواقع وارتكازات لقوات الدعم السريع هنا في العاصمة الخرطوم، وبالأخص في منطقة شرق وجنوب الخرطوم، حيث أحياء الرياض والطائف والمعمورة، بالإضافة إلى محيط المدينة الرياضية. هذه المنطقة التي بدأت فيها الاشتباكات في منتصف أبريل الماضي، وبها عدد كبير من مواقع وارتكازات قوات الدعم السريع. أيضا صوب الجيش مدفعيته تجاه مناطق غربي أم درمان، هذه المنطقة التي ظلت مسرحا للعمليات العسكرية طوال الأيام السابقة، بالإضافة إلى حدوث اشتباكات في عدة مناطق من وسط وجنوب وشرق أم درمان. هذه المناطق مثل ما قلت أنها خلال الأيام السابقة ظلت مسرحا للعمليات المكثفة ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. بالإضافة إلى ذلك، فإن طيران الاستطلاع لا يغيب عن العاصمة الخرطوم. الآن نحن نشهد حالة من الهدوء الحذر، ربما خلال الأيام خلال الساعات الماضية قد تنقضي هذه الهدنة أو هذا الهدوء بتجدد الاشتباكات مرة أخرى. إلا أن أعنف المعارك ربما هي ما تدور الآن في ولاية جنوب دارفور، وبالأخص في مدينة الفاشر، حيث تحدثنا إلى عدد من المصادر هناك أفادوا بوجود اشتباكات عنيفة للغاية ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وهو الأمر الذي تسبب في نزوح عدد من أحياء سكان أحياء تلك المناطق، أحياء تكساس وكرري والوادي. هذه الأحياء التي تقع في وسط مدينة نيالا عاصمة بلاد جنوب دارفور، قالوا أن كثيرين منهم قد يمموا وجههم شطر مدينة الفاشر نزوحا إليها، إلا أن كثيرين لم يستطيعوا الوصول إليها بسبب ارتفاع تكلفة تذكرة المركبات العامة التي تنقلهم من نيالا إلى الفاشر. أيضا تعاني كثير من المدن في ولايات غرب البلاد وولايات دارفور بالذات من أزمات مستفحلة في توفير المياه. هذا الصباح تعاني مدينة الفاشر من انقطاع شبه تام فيما يخص المياه، وذلك بسبب الإضراب الذي نفذه العاملون هناك، وقالوا أنهم لم يستلموا مستحقاتهم لمدة طويلة. في مدينة الأبيض التي تقع وسط البلاد وغرب الخرطوم أيضا تعاني من إشكالات صحية وإشكالات في توفير الطواقم الصحية وغيرها، بينما أن عدد من المدن الأخرى تعاني ذات الإشكالات المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب وتوفير المعينات الطبية. حسين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات زميل محمد إبراهيم مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة الخرطوم. شكرا محمد.